السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله راح نكمل الجزء الثاني من محاضره الفيزيكس اوف اي اند فيجنز. ورا ما كملنا اللينس والكورنيا وصلنا الى البيوبل. البيوبل اللي هو البؤبؤ. البيوبل از ذا اوبننج، هو فتحه ان ذا سنتر، في وسط الايرس، وسط القزحيه، وير لايت انترز ذا لينس. البيوبل هو عبارة عن، مو عبارة عن جسم أسود أو فت خلايا سوداء، هو عبارة عن مجرد فتحة بنص القزحية. هاي القزحية، هذا القرص الملون، تمام؟ بنص أكو فتحة، على مود شنو؟ على مود تعبر الضوء يفوت للرتنة، ماشي، يفوت لللينس ومن اللينس إلى الرتنة، فيصير شكل لونه أسود. It appears black because essentially، بسبب انه يعني بصوره رئيسيه، all of the light that enters is absorbed inside the eye. كل الضوء اللي راح يفوت راح تمتص الشبكيه، فبالتالي يعني ما يظل ضوء ينعكس لنا على المود يطلع لنا فد لون معين، تمام؟ فيبين لونه اسود. Under average light condition. Average light condition يعني حاله الضوء الاعتيادي، الافريج، ماشي، يعني انت قاعد فد غرفة الضوء مالتها معتدل، مو كلش قوي ولا كلش ضعيف. الاوبننج تقريبا تكون 4 مليمتر ان دايمتر، تقريبا هاي الفتحة، طبعا هنا متوسع، هنا فد 4 مليمتر، 4 مليمتر ان دايمتر بالقطر. It can change from 3، اصغر قطر ممكن تتضيق الى الفتحة هو 3 مليمتر، ممكن انه يتغير من 3 مليمتر الى، طبعا بالبرايت لايت، انه يكون اللايت كلش عالي، ماشي. ليش؟ لان انا شنو يعني الفكره من هذا الموضوع، انه انا ما اريد اطبب لايت كلش قوي للعين مالتي، تمام؟ فمن يصير الضوء قوي ممكن انه تتقلص او تصغر الى 3 ملم كاصغر شيء، كاصغر حد لها، تو اباوت، تتغير من 3 بالبرايت لايت، بالضوء الساطع، الى 8 ملم وين ان دايمتر بالديم لايت، بالضوء الخافت، تمام؟ بالضوء الخافت راح تتوسع، ماشي. زين، من المسؤول عن هذا التوسع؟ هو الايرس، هي الفتحه بنص الايرس، فالايرس هي اللي تسوي التوسع. فيقول لك the iris does not respond instantly to a change in the light levels. الموضوع ما يصير بثانية أو يعني بجزء من الثانية بحيث إحنا ما نلاحظه، تمام؟ تقريبا ياخذ 300 سكند، 300 سكند تقريبا يعني 5 ثواني، على المود 300 سكند معناها 5 دقائق، are needed for it to fully open، على ما يفتح إلى 8 مليمتر يراد له تقريبا 5 دقائق أو 300 سكند، ماشي، ويراد له 5 سكند، 5 ثواني فقط، على المود ينسد as much as possible، على المود ينسد الى 3 مليمتر. طبعا ليش؟ لان انت من عندك ضوء قوي تريد تسده بسرعه اكبر، على المود ما تاذي الرتنا مالتك، ما تريد يفوت ضوء كلش قوي، ماشي، فالموضوع يكون اسرع 5 سكند. في حين انت من تفوت في مكان الضوء مالته خافت وتقوم تريد تفوت الضوء اكثر، راح تقول لي زين انا من الضوء قوي ما اريد اذي الرتنه، زين من افوت الضوء خافت ليش اتوسع؟ لان اقوم اريد افوت الضوء اكثر على مود اشوف احسن، تمام؟ الضوء هذا بعد ما يكفي، هذا الضوء بعد ما يكفي، فالبؤبؤ يتوسع على مود يفوت ضوء اكثر، تقريبا ياخذ له 5 دقائق. وهذا الشيء انتم ملاحظيه، انه انت شايف من تطفي الكهرباء اول شيء مباشره كل شيء ما تشوف، مو صحيح؟ يعني ظلمه ظلمه. ليش؟ لان البؤبؤ مالتك بعده متضيق، ورا 5 دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق تبدي شويه تشوف احسن، مو صحيح؟ هذا بسبب انه البؤبؤ مالتك اخذ الفتره الكافيه على المود يعني يتوسع بشكل كامل ويفوت الضوء اكثر، فقمت تشوف احسن. زين، They يقول لك it is believed that the iris aids the eye by increasing or decreasing the incident of light. يعني يقول لك انه الايرس هي راح تساعد، يعني فد نظريه انه الايرس تساعد العين بواسطه زياده او تقليل الضوء اللي يسقط على الرتنه. من راح تضيق راح تقلل اللايت، لان اصلا انت عندك لايت قوي،
ما اريد افوت هوايه، فاسوي ديكريزنج بالانسيدنت لايت او انكريزنج بحاله الضوء الخافت اون ذا ريتنا انتر ذا ريتنا هاز ادابتد تو نيو لايتنج كونديشن، على ما الريتنا تتعود على هذا الضوء اللي هو يعني صار ضوء ساطع اكثر او يعني خافت اكثر، ماشي، على ما تتعود على النيو لايتنج كونديشن. فهنا انا اشوف شلون يعني هذا الرسم البياني، انت شوف من 8 الى 3 ايش قد اخذ؟ اخذ تقريبا يعني 5 6 6 6 سكندز تقريبا، تمام، بالبرايت لايت. في حين انت من الثلاثة على ما صعد الى الثمانية اخذ له 300 سكند، تمام، 5 دقائق. وطبعا هذا يصير بسبب هذا، شوف يعني هاي، شوف هاي الايرس، هاي الايرس يا صدق ملونه وحلوه هيجي والعالم متخبله عليها، بس هي عباره عن عضلات. شوف هاي عضلات سموها سيركولار دائريه، هاي انت من تتقلص شوف راح تصغر تسد البيوبل، من ضوء قليل هاي راح تتوسع، هاي يسموها الراديال، الراديال معناها هيك يعني اشعاعيه، تمام، مثل الاشعاعات الطالعه هاي، انت تخيلها من تتقلص راح تسحب، راح تكسر وتسحب، فبالتالي توسع البيوبل. زين نجي نحكي عن الاكويس هيومر. اكويس قلنا مائي، هيومر معناها جسم. الاكويس هيومر fills the space between the lens and the cornea. من اجينا حكينا عن الاي، وين العين؟ قلنا انه هاي اللينس، هاي الكورنيا، السبيس بيناتهم، المسافه بيناتهم او المساحه بيناتهم اللي هاي يسموها الانتيرير، يعني الانتيرير تشامبر، هاي انتيرير وهاي البوستيرير، وهاي يسموها الفيتريس تشامبر. فالاكويس تشامبر هي هاي صايره بيناتهم، بين الكورنيا وبين اللينس، تمام، بين الكورنيا وبين، طبعا شوف هاي الايرس وهاي الفتحه اللي بنصها هي هاي البؤبؤ، ماشي. زين this fluid mostly water، من اسمه aqueous فهو متكون من ماء، من ماء اغلبه عباره عن ماء، is continuously being produced. هاي الكميه مو كميه ثابته، مو نفس المي هذا اللي من انت اجيت الى الدنيا لحد الان هو نفسه، لا، هذا continuously باستمراريه يتم انتاجه، ماشي، بواسطة في شيء اسمه السيلياري بودي، ما راح نذكر لكم اياه لان يعني او راح احكي لكم اياه فد شويه بس ما اريد نفوت تفاصيله. And the surplus والزايد escape through a drain tube، يطلع عن طريق فد انبوب تصريف، ماشي، فد انبوب التصريف drain tube اللي اسمها ال canal of Schlem، canal of Schlem، قناة Schlem، ماشي، هذا فد عالم سموه على اسمه الكنال. زين بلوكج بهذا الدرين، هي العين عبارة عن مساحة مغلقة، بوابة مغلقة، أي انسداد بهذا الدرين أنت شنو هسه؟ دا تسوي إنتاج، دا تسوي إنتاج ودا تصرف الزايد، تريد تحافظ على ضغط، قلنا الضغط مال العين هو عبارة عن 20 مليمتر مركب، تريد تحافظ عليه، ماشي؟ أي انسداد بهذا بهذا التصريف راح يزيد كمية الاكويس هيومر داخل العين، وبالتالي يزيد الضغط داخل العين، result in increased pressure of the eye. وهاي الكونديشن يسموها جلوكوما، جلوكوما، تمام، او المي الاسود، مثل ما اهلنا يقولون هي ما لها علاقه لا مي اسود ولا شيء، بس يسموها المي الاسود جلوكوما، تمام. شوف هسه انتبهوا وياي، يعني انا شوف طبعا هاي الايرس، هاي الايرس هذا يسموه السيلياري بودي، هذا ينتج، شوف هذا هذا الازرق، هاي طبعا العدسه، شوف ينتج هذا الفيتريس هيومر، ينتجه، ماشي، هذا عفوا مو الفيتريس، الاكويس هيومر، هذا الاكويس هيومر شوف يجي طبعا منها يعبر، يترس هاي الشامبر كلها، هاي اللي قدام العين، هاي طبعا احنا ماخذينها هسه نص عين، يجي يفوت عن طريق هاي يسموها ترابيكولار مش ورك، ويفوت بهاي يسموها شليم كانال، قناه شليم، شوفها هاي يجي من هنا يفوت، تجي عادين يصير بي تصريف وراها للدم، يعني هو كونه ماي فيفوت للدم، ماشي، عن طريق الاورده والشرايين. اي انسداد هنا تخيل انت هاي انسدت، هاي انسدت، راح يقوم يطلع ويتجمع، يطلع ويتجمع، يطلع ويتجمع، يزيد الضغط داخل العين ويسوي لنا هاي الحاله اللي اسمها جلوكوما. شوف تجيك واحد يجيك عينه حمراء، الضغط ده يزداد بيها، البؤبؤ مالته، شوف العضلات مالته شلون متشنجه، فشوف شلون متوسعه،
متوسعة، شوف هاي مسدودة، في حين هاي متوسعة. حمراء يجي يقول لك دكتور توجعني كلش، دكتور دا أنعمي. ليش؟ لأن من يزداد الضغط أول وحدة راح تتأثر هي الشبكية، الشبكية من وراء الضغط راح ينقطع عنها الدم، تنسد الشرايين مالته وتموت، تمام؟ فيبدي بعد ما يشوف، أوكي؟ فيجيك يجي عينه حمراء، البؤبؤ مالته متوسع، وجع كلش قوي، احتمال التاريخ المرضي مالته، يقول لك إنه أصلاً كان عنده ضغط بالعين وما أدري شنو، فقبل هاي جلوكوما، ما تفكر بالدماغ والأعصاب، لا، يعني بين المشكلة بالعين، أوكي؟ يعني يجيكم واحد بالطوارئ، زين. الأكويس هيومرز contain many of the component of the blood، هاي حكيناها انه هو مثل الدم تقريبا عدد الخلايا مالته، and provides nutrient to the non-vascularized cornea and lens. اللي نسميه non-vascularized يعني ما بيها شرايين، بس بالاطراف مالتها، فهم تستفاد من النيوتريانت عن طريق الانتشار اللي يصير من الاكويس هيومر، بس هاي حكينا هذيك المحاضره. It maintains the internal pressure of the eye at about 20 مليمتر مركري، قلنا ان التصريف والانتاج مالته المستمر يحافظ على كميه بحيث الضغط يظل 20 مليمتر مركري، اي زياده يعني يزداد من يعبر تقريبا ل 30 تبدا عندنا المشاكل مال الجلوكوما، على الافرج على الاغلبيه، يعني فاحص طلع عندي 19 ونص يمكن. زين، when you rub your eyes، من تفرك عينك يعني كطوبه وتضغطها راح يزداد الضغط بيها، تمام؟ you greatly increase the internal pressure، فيعني المفروض ما تضغطها كلش، يعني بس كمعلومه. وطبعا هذا الجهاز هذا يسموه التونوميتر، هذا هو الجهاز اللي يقيس الضغط داخل العيون، اذا في اليوم رحت للمستشفى راح تشوفوه باستشارية العيون، او اذا رايحين على واحد ابو عيون او واحد من عندكم فاحص. زين، السائل الثاني اللي موجود ورا العدسه، ورا العدسه شنو اسمه؟ اسمه فيتريس هيومر، فيتريس زجاجي هيومر جسم، از ا كلير جيلي لايك، مثل الجل، مثل الجل ثخين زجاجي هو اسمه، ماشي، سبستانس ذات فولز ذا لارج سبيس بتوين ذا لينس اند ذا ريتينا، between the lens من هنا ورا اللينس الى الرتنه، ماشي، هاي كلها فيتريس هيومر. هذا السائل هو نفسه، لا يصير به انتاج ولا تصريف، اوكي. It helps keep the shape of the eye، سائل تارس لك في الطوبه محافظ على شكلها، قلنا الشكل شلون مهم، يعني ما نريدها تكبر او هذا، وهسه من نحكي على الفيجوال ديفكت، ماشي. It is sometimes called the vitreous body. السكليرا، ذا سكليرا اللي هي اتوقع ترجمتها الصلبه، يعني هي وحده من طبقات العين، تمام؟ فهي is a tough white light tight covering over all of the eye except the cornea. السكليرا والصلبه هي فد شيء قوي tough، تمام؟ لاستيك يصير وايت، هذا البياض مال العين هي هاي السكليرا، وتكون لايت تايت يعني مو شفافه مثل الكورني، مو شفافه ما يفوت من عندها الضوء، كفرنج اوفر اول اوف ذا اي، محيطه بكل العين من جوا من برا، هاي كلها يعني شلون هسه الشبكيه هنا، هاي هم كلها عباره عن سكليرا، ماشي، اكسبت ذا كورني، بس الكورني هنا يعني هنا توقف السكليرا، ما تغطي الكورنيا. ليش؟ لان ما تعبر ضوء، فما اريد اضغط الكورنيا. The sclera is protected by a transparent coating. السكليرا اكو فوقها فد طبقه شفافه كلش، تمام؟ transparent شفافه، coating يعني شلون يعني فد طبقه مغلفتها، called the conjunctiva او الملتحم، يعني هاي ما تبين، انت ما تقدر تشوفها لان كلش رقيقه، بس هواي يصير بها التهابات، التهاب الملتحمه والهاي اذا سامعين بيها، فهو فد 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 غشاء شفاف كلش صاير فوق السكليرا، ما فايت لكم بتفاصيله فما راح نحكي لكم هواي عنها، بس حفظوها انه السكليرا لونها ابيض لايت تايت، اكو فوقها فد ترانسبارنت كوتنج اسمه كونجكتايف، وتحيط العين كلها عدل كورني. زين، نيجي هسه نحكي على الرتنا، الرتنا أو الشبكية covers the back half of the eyeball، تحوط النصف الخلفي من العين، تمام؟ من كرة العين، فهنا هاي العين الرتنة هنا صايرة هذني،
هاي منها تبلش الرتنة لهنا، طبعا عاد هاي المكان، هذا المكان اللي يطب من عند الارتري والنيرفات والهاي، هاي راح نجي نحكيها شنو هي. هاي المكان ما بيها رتنة، هذا نكون الرتنة تمام، تقريبا النص الخلفي، النص الخلفي زين. يقول لك while this large expanse permit useful useful vision over a large angle، حكينا عن الانجل انه انت تقريبا دا تشوف 155 درجه يمنه ويسره، مو صحيح؟ ليش؟ لان الرتنه مغطي تقريبا النص كله، الباك هالف كله ماشي. بس بالحقيقه بالحقيقه most of the vision، اغلب الرؤيه مالتك restricted، منحصره بسمول اريا، هذا السنتر مال الرتنه. هنا أنا أغلب الريسبترز، أغلب المستقبلات الضوئية متجمعة، وأغلب الرؤية مالتك، التفاصيل مال الرؤية مالتك، يعني أنت من تركز على فد شي راح تشوفه بألوانه وتفاصيل الألوان بالضبط، الفروقات والهاي على صفحة أنت، حتى أكو يعني أشياء يعني شلون خلينا نقول مو كلش تشعر بيها، إنه يعني هذن على صفحة أصلا ما مركز عليه، هندسة أنت دا تشوفن التفاصيل مالتها تكون اقل، مو صحيح؟ فالموست اوف ذا فيجن، موست اوف ذا فيجن موجوده بهاي الدائره اللي بالنص، اللي شنو اسمها؟ اسمها ماكيولا لوتيا، لوتيا معناها اصفر، ماكيولا معناها نقطه، فهي هاي النقطه تمام، هاي الدائره، هاي الوسط ماشي. هسه واحد بكم يقول شو لونها مو اصفر؟ هي هيك يعني، من طلعها من واحد ميت هاي لونها اصفر، واحد عايش هذا يسموه الفندوسكوب، هذا شايفين الجهاز مال العيون، هي هاي الصورة مالته، شوف هاي الماكيولا لوتيا، اوكي هاي الماكيولا لوتيا. ادق شيء بنصها، اقد ادق شيء بنصها الديتيلد فيجن بالضبط، تيك ا بليس ان ا فيري سمول اريا ان ذا يلو سبوت، هاي بعد اكو بنصها فد نقطة كلش صغيرونة، شنو اسمها؟ تقريبا 0.3 ملم بالدايمتر، انت تخيل القصة صغيرة، اصغر من ثلث مليمتر تقريبا، اسمها الفوفيا سنتراليس، فوفيا سنتراليس، فوفيا معناها منخفض، سنتراليس معناها بالنص، فاكو نقطة بالنص اسمها فوفيا سنتراليس، هنا أنا طبعا يتجمع اغلب الريسبترات ماشي. فليه سموها فوفيا؟ يعني بس لمعلوماتكم، هاي الفوبيا تمام، هاي الفوبيا شوف صايرة منخفض صغير جدا، يسموها فوبيا منخفض سنترالس بالنص، اوكي زين. الايمج اون ذا ريتينا از ا فيري سمول، الصورة من توقع على شبكية توقع فد صورة صغيرونة، يعني انت الريتينا هي مو فد بلازما 50 بوصة على المود، يعني مثلا انت من تباوع على فيل، هو مو نفس الفيل، مو نفس حجم الصورة، راح توقع على الرتنة اكيد لا، راح تصغر مو صحيح؟ الصورة راح تصغر، الصورة راح تصغر، انت عندك هذا الاوبجكت، هذا الاوبجكت راح يجي طبعا يتركز بواسطة الكورنيا واللينس، راح يوقع هنا كصورة صغيرة جدا، صورة صغيرة جدا، يعني شلون هاي؟ اتوقع هاي الصورة تكون يعني اوضح، شوف هذا اجتي طبعا اتجمعت، شوف هنا صارت كصورة صغيرة جدا زين. يقول لك a convenient equation، جابوا فد معادلة على المود يشوفون ايش قد حجم الصورة من راح توقع على الرتنة تمام، from the ratio من النسبة of the length of the side of a similar triangles، هذني الاثنين، هذني الاثنين، شوف هذا التجمع على هذا الاوبجكت اجت من عند الأشعة تمام، هنا صارت مثل خلينا نقول نهاية مثلث، مو صحيح؟ هنا بدأت بداية مثلث أخرى تعكس الأشعة اللي متجمعة ومسوية لنا الصورة، فهذول صاروا عبارة عن مثلثين، هذول المثلثين رغم أن حجمهم يختلف إلا أنهم متطابقين تمام، يعني هذا إذا تكبره، إذا تسحب ذن إذا تسحب ذن الأشعة إلى بعد كافي راح تصير بقد هاي
تمام. فهذول يعني طبعا من مبرهنات التطابق والمثلثات اللي تذكروها بالمتوسطه ما اعرف بالاعداديه، فهذول الاثنين متماثلين ماشي. فانت عن طريق الريشيو انه الاو من اوبجكت، فهو مساحه الاوبجكت، مثلا انت دا تشوف فيل طوله 3 مترات، هذا الاوبجكت، هاي مساحه الاوبجكت ماشي. الاي هي من ايمج، فهي مساحه الايمج، ايش قد وقعت على الرتنه، ايش قد مساحه الصوره اللي انعرضت على الرتنه ماشي. البي هنا للاسف ما بي يعني مثل الاو والاي انه نحفظها، لا لازم انت تحفظها. البي هو الاوبجكت ديستنس، هاي المسافه من العين الى الاوبجكت ماشي. والكيو هي الايمج ديستنس، من بدايه العين الى الايمج، اللي هي تقريبا يعني اغلبيتنا عيونهم 2 سنتيمتر، طبعا يوجوالي اباوت 2 سنتيمتر، العين مال تقريبا اغلبيه البشر يكونون 2 سنتيمتر. فالراشيو مالتنا والمعادله مالتنا ايش راح تكون؟ راح تكون او على بي يساوي لنا اي على كيو، هذا على هذا يساوي لنا هذا على هذا، تمام؟ مساحه الايمج على بعد الايمج يساوي لنا مساحة الأوبجكت على بعد الأوبجكت ماشي. من عنده راح نقول إنه I وسطين في طرفين أو بعيد على قريب، فالبعيد اللي هو يعني وسطين في طرفين، العفو وسطين في طرفين، راح يطلع لك إنه الآي يساوي لنا كيو بي كيو في بي على العفو كيو على بي في أو كيو على بي في أو، تمام؟ هاي طبعا هنا من الواحد يشوفها هي نفسها بس وسطين في طرفين، شوف بس هذا الاو ويا الكيو ماشي، والاي ويا البي، فالاي البي راح يصير جوا والاو في كيو، متمد هنا اوضح اوكي، هنا شويه مخربطه اوكي، فهي يعني نفس الشيء زين. فهنا انا جاي نعطيكم مثال يقول لك انه هاو بيج ذا ايمج اون ذا ريتينا، ايش قد مساحه اي الايمج على الريتنا على الشبكيه، اوف ا فلاي، فلاي معناها ذبابه او ذبانه يعني، اون ا وول 3 متر اواي، انت قدامك على بعد 3 مترات فد حائط على بعد 3 مترات ماشي، عليه ذبانه، هاي الذبانه ايش قد طولها، او يعني ايش قد حجمها، 3 ملم، مو حجم، طول 3 ملم، حوله قبل للمتر لان هذا بالمتر، كلها نحولها للمتر اسهل ماشي، 3 ملم ف 0.003 متر، تعرفوها هاي ان دايمتر، اند الكيو قلنا هاي كميه او فد نسبه فد عفوا قيمه ثابته اللي هي 2 سنتيمتر، حولها للمتر صارت 0.2 متر، فالاي راح يساوي لنا شنو؟ راح يساوي لنا كيو على على بي في او اوكي. فاجي حسابهم طلعت 2 في 10 اس سالب 5، وال 10 اس سالب 5 هنا سواها في 10 اس سالب 6 وضاف صفر، فصارت 20 في 10 اس سالب 6، وال 10 اس سالب 6 هو مايكرومتر، تمام؟ ف 20 مايكرومتر، فشوف الصوره من 3 ملم الى 20 مايكرومتر على الرتنه، فهيجي تحسبها، تمام؟ اتوقع سهل يعني هذا الموضوع. زين نجي نحكي عن الفوتو ريسبتورز ان ذا ريتنا، هاي الريتنا شلون راح تلقط الضوء وتدزه للبرين، بيها في شيء اسمه فوتو ريسبتور، فوتو ضوء ريسبتور، مستقبلات، مستقبلات ضوئيه، تمام؟ مستقبلات ضوئيه. هسه انت مثلا من واحد يقرصك من ايدك، ليش راح تحس بالالم؟ لان اكو في شيء يتحسس الالم. ليش تسمع؟ لان اكو فتشي يتحسس الصوت. هذا الضوء اني همين ما الضوء اذا ينزل على الدماغ ما راح يفتهم من عنده شيء الدماغ، فاريد فد مستقبلات تستقبل الضوء تحوله الى اشارات عصبيه على المود يروح للدماغ، الدماغ يفسرها ماشي. فعندنا تو جنرال تايبس، بيها نوعين من الفوتو ريسبتورز اللي هي الكونز والرودز، كونز مخروطيات لان يصير شكلها مخروطي، والرودز اللي يعني يصير مثل البوار مثل القضبة، الرود معناها قضيب. زين throughout most of the retina the cones and the rods are not at the surface of the retina. ما صايرات، شوف هسه هذا هسه منان الفيتريس، منان الفيتريس تمام، هاي طبقة الرتنة هاي كلها
هي عبارة عن 10 طبقات، أوكي؟ بس أنا وما ذاكر عن كلهن وما راح نذكر لكم إياها أصلاً. زين، فاللايت راح يجي من هنا، فشوف إنه most of the retinal cones والرودز ما صايرين بالسيرفيس، لا صايرين اللي ورا، تمام؟ يعني الضوء لازم يعبر هاي الطبقة وهاي الطبقة وهاي الطبقة وهاي الطبقة اللي هي عبارة عن ذني أنا أعصاب، ويوصل هنا وراها من هنا تستقبلها، تسويها فد اشارات عصبيه وترجع تدزها عن طريق الاعصاب، تسوي الاوبتيك نيرف ويرجع للدماغ، ماشي؟ but lie behind several layers، ورا عده طبقات من النيرف تيشيو، من نسيج عصبي، تمام؟ through which the light must pass، لازم يعبر اللايت على ما يوصله. زين، يقول لك the rods and cones are distributed symmetrically in all directions from the visual axis except in one region اللي هو البلايند سبوت. الروز والكونز متوزعات بشكل متساوي، يعني بشكل متوازي معناها على الجهتين، يعني شوف هسه انت هنا هذني بغض النظر عن عددهن وين بالضبط، بالجهه اليمنى هو نفس الشيء، شوف نفس الكيرف، وبالجهه اليسرى نفس الشيء، تمبورال ونيزل سايد، مو صحيح؟ شوف نفس الشيء تقريبا، ماشي؟ فهذا معنى symmetrically، مو معناه انه العدد يتساوى بجميع الاتجاهات. In all directions from the visual axis. Visual axis اللي هو يعني الحد البصري. الاكسس البصري. زين، هذا الاكسس البصري هو شنو هو؟ هو هاي النقطة، هاي هسه مو هاي اللي قلنا الماكيولاتا والفوفيا سنتراليس، هي هاي، هذا يسموه الفيجوال اكسس، تمام؟ السنتر اوف ذا فيجن، الفيجوال اكسس، تمام؟ فالشبكيه متوزعه من هنا ومتوزعه من هنا سيمتريكالي، بصوره متشابهه عدا البلايند سبوت، هسه راح نجي نحكي عليها هي شنو. زين، الكونز تقريبا عددها 6.5 مليون بكل عين ار برايمرلي يوزد فور داي لايت اور فوتو اوبيك فيجن. فوتو اوبك معناها ضوئي، فتستعمل بالداي لايت، ليش؟ لان تقدر تحلل الالوان احسن من الرودز، احسن من الرودز، ماشي؟ فبما انه الكونز هي اللي تقدر تحدد الالوان، هي اللي تقدر تتميز الفروقات باللون والتفاصيل، ماشي؟ ف can see the fine details and recognize different colors، وتميز لنا الالوان المختلفه، ماشي؟ الكونز برايمرلي فاوند وين؟ بالفوفيا سنترالس، اغلبيه العدد وين صاير؟ صاير بالضبط بالفوفيا سنترالس، شوف تقريبا هنا يوصل عددهم 150 او 160 الف بالمليمتر المربع الواحد، في حين بقيه انحاء العين ايش قد يصير؟ تقريبا يعني هنا 40 20، يعني تقريبا هاي فات خمسه، تمام؟ 5000 بس، في حين هنا 180000. لذلك الفوفيا سنتراليس يصير بها اغلبيه الرؤيه، لان اغلبيه الكونز قاعد بيها، تمام؟ فذا كونز ار برايمرلي فاوند ان فوفيا سنتراليس although some are scattered throughout the retina، حتى انه البعض يعني متوزعه ببقيه الريتنا. زين، الرودز ار يوز فور نايت. رودز يعني كمستقبلات نستعملها اكثر شيء بالنايت، تمام؟ يعني بالرؤيه الليليه، ماشي؟ مو بس بالرؤيه الليليه، يعني تقدر تعرف لك شده الضوء، الفرق بين شده الضوء اكثر شيء، ماشي؟ فهي موجوده يعني هم بكل العين، ماشي؟ طبعا سكوتوبك فيجن يسموها النايت فيجن، اند فور بيريفرال فيجن، وللرؤيه المحيطيه، مو قلنا هسه انت متركز على فد شيء، هاي الفوفيا سنترالز قاعد تباها، هاي سنترال فيجن، واكو الاشياء اللي على صفحه اللي انت ما مركز بيها بس دا تشوفها، يعني اكو دا تشوف، انت دا تشوف فد مدى واسع، تمام؟ فال they are much more abundant than the cones، تقريبا عددهم 120 مليون بكل عين، هاي 6.5 مليون، ماشي؟ and cover most of the retina، شوف اغلبيه الريتنه هي عباره عن رودز، عددهم طبعا بال 20 درجه 20 على صفحة، يعني يوصل هم تقريبا 150-160 ألف، ومتوزع البقية بأعداد لا بأس بها، أوكي؟ They are not uniformly distributed over the retina but have a maximum density at an angle of 20، تقريبا بالزاوية 20 أغلب شيء يعني موجودة، أوكي؟ زين، Notice in
فيجر اتوقع قصده على هذا that there is a region من ال 13 الى ال 18 that has neither roads nor cones. هذا الريجن اللي تشوفه هذا الريجن ليش مقطوع؟ لان هذا هنا أنا ماكو لا رودز ولا كونز، لا احمر ولا ازرق. اوكي تقريبا من ال 13 الى ال 18 بالنيزل سايد. هاي النقطه هي النقطه اللي يفوت من عندها الاوبتيك نيرف يا شباب، اللي يفوت من عندها الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف بالمكان اللي يفوت يفوت من عنده شرايين واورده، فماكو شبكيه، ماكو فد نسيج عصبي بكونز ورودز. ماشي، فهاي يسموها بلايند سبوت، النقطه العمياء، لان هاي النقطه انت ما تشوف بيها، تمام؟ انت ما تحس بيها لان هي صغيره كلش، بس انت بالحقيقه بلايند سبوت، هي عمياء. اوكي از اون ذا سايد توارد ذا نوز. فشوف هاي البلايند سبوت، شوف هسه هذا النص من هنا روز وكونز، هنا اكثر شيء كونز، من هنا اكثر شيء روز. هنا انا شوف يقول لك بالنيزل سايد، شوف هذا الخشم بالنيزل سايد، شوف من وين فايت، فايت منا ومنا. فبال هنا أنا مثلا باليسرى هو بجهه الخشم مو صحيح، وبال باليمنى همين بجهه الخشم. فهاي البلايند سبوت شوف تقريبا على زاويه ايش قد 13 الى 18، يعني هسه هاي ذات، يعني هسه هذا السنتر وهذا مالت الاكسس، هاي اذا تقيس الزاويه هنا تطلع لك 18 الى 13، ما اريد ندوخكم بيها، تمام؟ فهنا أنا هذا المكان هو مكان اعمى، ما بي لا كونز ولا روز، لان من هنا تفوت تفوت الاكزنز، تفوت الاورده والشرايين والدنيا كلها تطلب من هنا، تمام؟ فهاي الجهه هاي عمياء، انت هنا هاي النقطه ما تشوف بيها. اوكي هسه واحد بيكم راح يقول زين انا شلون، انت اولا ما راح تحس بيها، تمام؟ ثانيا بصوره طبيعيه العين الثانيه هاي العين راح تقريبا يعني يعني شوف هي البلايند سبوت تقريبا مغطيتها، تقريبا مغطيتها يعني يعني نسبه لا باس بها، مو صحيح؟ شوف هسه هاي العين مغطي على البلايند سبوت مال هاي، وهاي مغطي على النقطه العمياء مال هاي. وطبعا انت تقدر تفحصها، يعني لو اني لو وياكم في يوم او هذا يعني اقدر اشوفكم شلون تفحصوها، انه تقدر تشوف انه اكو بلايند سبوت، تسد واحده من العين تجي تريد تشوف هاي البلايند سبوت، تكتشف انه تشوف انه اكو فد 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 مكان معين انت ما تشوف بيه اي شيء. اوكي بس ما تحس بيه. زين يقول لك how sharp are your eyes، ايش قد قوه عيونك، ايش قد حده العيون مالتك. الفاميليار اي تشارت هذا التشارت، تمام؟ هذا التشارت او الشكل اللي هو يكون فاميليار، يعني اغلبيتنا شايفيه فاميليار، يعني كنا نعرفه او معروف. يعني الفاميليار شارت يوز تو ديترماين ويذر وي نيد كوركتيف لينسز وتيست ذا، يعني اذا تريد نفحص احنا نحتاج corrective lenses، يعني عدسات نظارات يعني مصححه، وتيست نفحص بها the property of our eye called visual acuity. visual acuity نشوف حده البصر مالتنا، visual acuity مالتنا باستعمال هذا السناب شات. هذا انت اول ما تطب على واحد وتقول له، على دكتور عيون او على فاحص بصر وتقول له اني عيوني مثلا تغوش او هذا، يجي يفحص لك هذا اول شيء، تمام؟ هذا يفحص سما refractive error، مشاكل بالكورنيا واللينس او مشاكل اخرى، يعني مو بس مشاكل الكورن الريفراكتيف ايرورز، ماشي؟ كلهن اي مشكله بالعين اول شيء يجون يسوي لك هذا الفحص، ماشي؟ يقول لك there are several tests، اكو هوايه فحوصات، بس اول فحص by the optometrist اللي هو فاحص البصر، يعني ophthalmologist دكتور العيون اللي مخلص بورد مال العيون، هذا فاحصي البصر. اوكي usually uses the Snellen chart، يستعملون هذا يسمونه Snellen chart. اوكي طبعا هذا حكينا عنه هوايه بالفيديو مال التجربه مال التجارب وقتها. زين التيست فور فيجوال اكويتي، اف هي تيلز يو ذات يور ايز تيست نورمال 20 على 20، احنا نستعمل 6 على 6 قلت لكم لان متري، هذول 20 على 20 هذا النظام البريطاني اللي يستعمل الفيت. هي مينز شنو معنى انه انت تشوف 20 على 20؟ يعني انه انت تقدر تقرا الديتيلز، تقدر تقرا التفاصيل من 20 فيت، لان انت واقف على بعد 6 امتار من السنيلن شارت، على بعد 20 فيت تقدر تشوف التفاصيل اللي الشخص الطبيعي يقدر يشوفها من 20 فيت، تمام؟ فانت شوف هذا ال 20 على 20، انت اذا قدرت تقرا هذا انا واكبر، بس انت اذا واحد بيكم ما يقدر يقراه مو معناه عيونه بيها شيء، ان شاء الله ما بيكم شيء. من يجي يشوف هذا معناها انه انت رؤيتك 20 على 20، انه انت على بعد 20 فيت تقدر تشوف الاشياء اللي الشخص الطبيعي هم يقدر يشوفها على 20 فيت بعد.
اوكي if your eyes test 20 على 40 اذا شاف هذا وتجوها كله ما شافه معناها انه شنو؟ معناها you just read from 20 feet انه انت من بعد 20 feet او عن بعد 6 امتار تقدر تشوف الاشياء اللي الشخص الطبيعي يشوفها من 12 متر او من 40 feet تمام؟ يعني تتخيل انت دا تشوف فتشي اللي الشخص العادي اللي الرؤية مالته طبيعي يقدر يشوفها من مكان ابعد، معناها انه هو عيونه افضل من عندك، معناها انه انت اقل من الطبيعي، معناها انه انت عندك مشكلة تمام. فالسنيلن شارت از هايلي يوسفول تول، هو فد يعني فد جهاز كلش مفيد ولحد الان يستعملوه رغم انه مخترع يعني قديم كلش and will probably continue to be used، راح يستمرون باستعماله لان بسيط يعني اي واحد يقدر يسويه، ما حاجه فد واحد كلش متدرب، مجرد يجي يقول لك هذا شنو هذا شنو هذا شنو هذا شنو، يشوف انت وين وقفت عند ياسره وي ايش اسمه يقول لك ايش قد النقطه مالتك. طبعا هذني واحد اثنين ثلاثه، هذني يعني مو على بالكم انه هاي واحد معناها واحد على سته اثنين، لا مو هيك، مو شايه يعني هذا معناه السرة الأول، السرة الثاني، السرة الثالث، هنا السرة الثامن، السرة الداعش يعني وهكذا. زين نجي هسه نحكي عن الـ defective vision and its correction. نجي نحكي عن الواحد اللي يصير عنده defect بالرؤية وشلون أنصحها. In order to discuss المود نناقش قوة الـ corrective lens، قوة العدسة، قوة النظارات اللي أنا راح أعطيها for defective eye، we need to review، لازم نراجع شوية basics، فد معادلات يعني basic أساسية مال العدسات. ماشي؟ There is a simple relationship، هناك فد علاقة between the focal length، focal length بعد البؤري، بعد البؤري. وإحنا قلنا شنو هو البعد البؤري؟ قلنا انه البعد البؤري هو المسافه بين الوسط مال اللينس والعدسه تمام، الوسط مال اللينس والعدسه. وقلنا انه العين العدسات مالتها اللي هي الكورنيا واللينس، وين البعد البؤري مالتها؟ الفوكس مالتها تصير على الرتنة، فالبعد البؤري مالتها هذا صحيح، فهو هذا البعد البؤري. زين between البعد البؤري الاوبجكت ديستانس، ايش قد مسافه الاوبجكت، انت تتباوع على حائط قدامك او على مثلا شباك قدامك يبعد 3 امتار، هاي مسافه الاوبجكت. والايمج ديستانس، الايمج ديستانس اللي هي مسافه الصوره اللي بحاله عيوننا قلنا راح توقع على بعد 2 سنتيمتر، راح توقع على شو يعني بعد 2 سنتيمتر اوف ذا ثينس. زين فيقول لك انه اف اف اذا كان البعد البؤري او البؤره تنحسب بالمتر، then 1 على اف راح يسموه قوه العدسه اللي هو الدايوبتر. الدايوبتر انت العدسه، من واحد يقول لك عدسه بؤرتها 1 متر تمام. خلينا نجي نشوف المثال. ذات از ا بوزيتيف لينس، دائما خلي بالك قلنا انه العدسه المحدبه الكونفرجنج الكونفكس يسموها بوزيتيف لينس أو عدسة موجبة. With a focal length f of 0.1 متر، تقريبا 10 سنتيمتر. من راح أقول لك أنا إيش قد قوة هاي العدسة؟ ما راح تقول لي أنا والله هاي الفوكال لينث مالتها 0.1 متر، لا ما راح أفتهم. تمام؟ قل لي القوة. فراح شو تقول لي؟ تقول لي إنه القوة اللي هو 1 على f 1 على 0.1. 1 على 0.1 راح يطلع لك 10، تقول لي 10 دايوبتر قوتها، انا راح افتهم شنو معناها. هاي اي واحد طبيب عيون او فاحص بصر او هاي هيك راح يفتهم. اوكي؟ زين. الفوكال لينث مال دايفرجنت لينس، دايفرجنت قلنا هو الكونكيف، هاي الكونكيف اللي هي العدسات المقعره تمام؟ العدسات المقعره واللي هي هم يسموها النيجاتيف أو سالبة. بس أنا أتوقع ما حكيت لكم إياها، بس أنا أفهمكم، بس احتمال واحد بيكم يقول زين أنت إيش قاعد تسولف، بس هاي جمعت وفهمنا البؤرة، زين هاي شنو البؤرة مالتها؟ هاي البؤرة مالتها هي الآتي. هاي طبعًا البؤرة مالتها هي هاي مو سوت دايفرجنج، سوت تفريق، هي شنو؟ هاي من يسوون امتدادات ويجمعوها بوحدة، هاي البعد البؤري مالتها، هاي البؤرة مالتها. تمام؟ فينحسب، بس ينحسب بالسالب، يعني يصير من هاي الجهه، شوف الجهه مالته يصير بالعكس بهاي الجهه، من يصير بهاي الجهه يصير موجب. اوكي؟
زين بس خلينا نمسحها هنا، بتكون نيجاتيف. والنيجاتيف لينز وذ فوكال لينك، اذا اقول لك انا عندي عدسه سالبه او عدسه مقعره او دايفرجنج او كونكيف، ماشي، الفوكال لينك مالتها سالب 5 مثلا. ليش سالب؟ قلنا لان تصير من هاي الجهه الفوكال لينك مالتها. ايش قد القوه مالتها؟ تقول لي 1 على اف 1 على سالب 0.5 راح يطلع لي سالب 2 دايوبتر. فراح افتهم من تخلي لي سالب مباشره، من يخلي لك سالب 2 دايوبتر، من يخلي لك القوه او الاف بالسالب، تعرف انه هاي عدسه كونكيف دايفرجنت نيجاتيف. من يخلي لك اياها موجبه معناها كونفكس، محدبه بوزيتيف، اوكي كونفرجنج مجمعه. زين يقول لك now let us discuss the defective eyesight. خلينا نحكي عن الـ eyesight. طبعا قبل هاني اتوقع نسيت، لان انا قبل طفرنا هذا يعني بدون مقدمات فات هنا. هذا القانون اللي هو 1 على اف يساوي انه 1 على بي، 1 على بعد الاوبجكت على 1 على بعد الصوره، معناها شنو؟ معناها انه انت من تعرف اف تعرف بي راح تقدر تطلع كيو، من تعرف كيو من تعرف بي راح تقدر تطلع اف، وهكذا، تعرف اثنين تعرف الثالث. اوكي زين يقول لك هسه خلينا نناقش الديفكتيف اي سايت. خلينا نشوف انه واحد من يصير عنده ديفكت بالاي سايت مالته بالرؤيه مالته ديو تو ا فوكسنج ريفراكتيف، مشاكل العيون، مشاكل هوايه، ماشي. بس هنا احنا راح نحكي على المشاكل اللي هي ريفراكتيف، مال انكسار، اللي قلنا منو يسوي الانكسار؟ هي العدسات الكورنيا مالتك واللينس، ماشي. هاي شو يسموها اميتروبيا، اميتروب. واحد يقول لك بيشنت اميتروب معناها ما دا يشوف عدل، معناه عنده مشكله بالرفراكشن، معناه العدسه او الكورنيا مالته بيها مشكله، الضوء ما دا يوقع على الرتنه. الاميتروب افكت اوفر هالف اوف بوبيوليشن، تقريبا يعني هوايه ناس، تقريبا الهالف مال بوبيوليشن، الهالف مال المجتمع، نص المجتمع عنده فد اميتروب الى مدى معين. It is often possible to correct completely with the glasses. مرات اكو ناس يعني الاغلبيه تصحح بشكل كامل بجلاسز، مو صحيح بفد يعني بنظارات او عدسات، في عندنا اكو ناس الا ليزك والا عمليه وهكذا. زين يقول لك there are four general types of ametropia. قلنا انه اكو اربع انواع من الاميتروبيا، اللي هي من اللي هي المايوبيا، المايوبيا قرب النظر، اللي هي النير سايتدنس، اللي هي قلنا شنو معناه؟ انه بس يقدر يشوف الاشياء القريبه، الاشياء البعيده ما راح يقدر يشوفها، ويصير لان الاشعه ما توقع على الرتنه، توقع قدام الرتنه. اوكي الفار سايتنس او الهايبروبيا او الهايبرمتروبيا، اللي هو معناها انه بس يقدر، العفو، اللي هو معناها انه بس يقدر يشوف الاشياء البعيده، الاشياء القريبه ما راح يقدر يشوفها، هنا يقدر بس يشوف الاشياء القريبه، هنا يقدر يشوف بس الاشياء البعيده، فار سايدنس، والاشياء القريبه ما راح يقدر يشوفها. ليش؟ لان الضوء راح يوقع او الضوء راح يتركز ورا الرتنه، ماشي. الاستجماتيزم او انحراف النظر، اللي هذا راح appear to tilt if you have astigmatism، الاشياء راح تبين يعني شلون مايله، انت شايف هسه عينك هيك شلون تبعجها من جهه راح تشوف مثل الصورتين او هيك شيء، هي هاي تمام، تصير مغوشه. ليش هاي؟ لان عندك نقطتين، يعني شوف هنا أنا. بس خليني اقربها، شوف هنا عندك نقطتين، هاي النقطه وقعت على الرتنه وما بيها مشكله، شوف هاي النقطه وقعت قدام الرتنه، نوبات مثلا وحده توقع قدام وحده ورا، نوبات وحده على الرتنه وحده ورا، المهم فعندك نقطتين بالاستجماتيزم. هسه راح نجي نشوف شنو اسبابهم، فهمكم اياها. زين والبريس بايوبيا، بريس باي قلنا مال كبار بالعمر، اللي هو بسبب اللاك اوف اكوموديشن، قلنا ان العدسه مالتهم تتيبس والعضلات مالتهم تضعف، فبعد ما يقدر يسوي اكوموديشن فبعد ما يقدر يقرا، اللي هي مثل الهايبر مثل الهايبر متروبيا، يعني الاشياء القريبه بعد ما يقدر يشوفها تمام، لما يقدر يقرا بس يسموها بريس بايوبيا، لان تصير بالكبار بالعمر وتصيب العينات اثنيناتهم، ويعني يسموها بريس بايوبيا، مخليها واحد. زين فهنا نشوف هاي، هذا شخص عادي، طبعا هذا يعني بس دا يقول لك انه الضوء راح يجي، اما يعني هسه انت فتشي مدور راح يجيك الضوء عامودي ويجي الهوريزونتال مالته، يجي الافقي مالته، مو صحيح؟ فشوف هذا يقدر يشوف عند 25 ويقدر يشوف عند 100 سنتيمتر، يقدر يشوف عند مترين ويقدر يشوف عند انفينيتي، انفينيتي معناها
يعني الى ما لا نهايه، وبالعيون كل شيء ورا 6 مترات يسموه انفينيتي، تمام؟ يعني الاشياء البعيده، الانفينيتي تشير الاشياء البعيده. شوف ابو المايوبيا، ابو المايوبيا يقدر يشوف القريب، بس وين صارت عنده التشويش؟ بالبعيد. زين، ابو الهايبر متروبيا يقدر يشوف البعيد، بس وين صار عنده التشويش؟ بالقريب. ابو الاستجماتيزم شنو المشكله؟ المشكله صار عنده انحراف، مشكله صار عنده انحراف. شوف قاعد يشوف الضوء اللي يجي هيك عدل، بس هذا ده يصير عنده مغوش، فتصير عنده الصوره مثل المنحرفه، يعني هنا أنا واضحه، هنا أنا منحرفه، هنا واضحه، هنا منحرفه. يصير عندي فهمكم هذا شنو هو. اوكي زين، هو البريس بايوبيا اللي هو شوف يعني مثل الهايبر متروبيا، يعني ما يقدر يشوف الاشياء القريبه، الاشياء البعيده يقدر يشوفها طبعا الى مدى اقل، يعني يقدر يشوف اشياء اقرب من هذا. زين، نجي هسه نحكي شلون راح نطلع قوة العدسة اللازمة على مود نصحح فد ديفكتيف فيجن او ريفراكتيف ايرور. بالمايوبيا انديفيدوال يوجوالي هاز تو لونج اي بول، عنده اي بول، مو قلنا نريد نحافظ على شكل الاي بول، ماشي؟ فابو الهايبر متروبيا بما انه عنده هو بما انه هو عنده ال 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 هسه احنا قلنا انه الضوء لازم يوقع مباشرة على الرتنة، هذا الشيء صار عنده، هذا صار عنده لونج اي بول، لونج اي بول طبعا حسب النوع يعني، ماشي؟ فشوف هو هذا نفسه وين راح يوقع؟ راح يوقع قدام الرتن، الضوء نفسه، فعنده لونج اي بول يصير عنده مايوبيا، تمام؟ او تو ماتش كيرفتشر بالكورنيا، او الكورنيا مالته تكون كلش كيرف، فراح تقوي العدسه، من تصير كلش كيرف العدسه راح تصير كلش قويه، فراح وين تجمع؟ راح تجمع الضوء اقرب، همين اقرب، تمام؟ فسببين هي لها اسباب اكثر طبعا، بس انا ما اريد ادوخكم بيها. هنا انا ذاك لك سبب انه اما كلش طويله او الكورنيا مالتك تكون تو كيرفد، الكيرفتشر مالتها يكون ماتش، ماشي؟ فالديستنت اوبجكت الاشياء البعيده راح وين يصير التركيز مالتها؟ راح يصير على الريتنا، العفو قدام الريتنا، ان فرونت اوف ريتنا، ماشي؟ الرايز دايفرجنت دايفرج تو كوز بلرد فيجن، دايفرج يعني شنو؟ يعني هاي من تجمعت هنا هذا راح ترجع هيك تصير، تمام؟ فشوف دايفرج يعني سوت فد مساحه كبيره على الريتنا، فسوت عندنا مشكله، كان المفروض هاي النقطه توقع على الريتنا، هنا أنا لا صارت على مساحه كبيره، فسوت عندنا مشكله، صارت مغوشه الصوره، ماشي؟ الاشياء القريبه ليش يشوفها؟ لان الاشياء القريبه وهاي حكيناها طبعا ذيك المحاضره، يجي من عندها اصلا دايفرجنت، ماشي؟ يجي من عندها اصلا دايفرجنت، فراح هاي هذا الكيرفتشر راح يعني شلون يعوض، يعني شلون اقول لك، يعني هسه هذا مو يجي هيك دايفرجنت، فهاي شلون عكس، يعني هاي عدسه موجب، هذا اجى دايفرجنت، فمن اجت على مود الجمعه ما قدرت الجمعه مثل البارالل، هذا البارالل يجي يتجمع اسرع، الدايفرجنت يتجمع اقل، تمام؟ فالاشياء القريبه راح تتجمع ابعد يعني على الرتنه مباشره، فراح يشوفها عدل، يعني اتمنى وصلت الفكره. اوكي، فهسه هو هذا المايوب. المايوب easily corrected with negative lenses، وهي عدسه دايفرجنت. ليش عدسه دايفرجنت؟ لانه هو تو حكيت لكم اياها، ريد تجي دايفرجنت اكثر على المود، هاي القوه مع العدسه الزايده او اللونج اي بول، يعني شلون يصير لها كومبنسيشن، يعني يصير لها تعويض. اوكي، فنستعمل دايفرجنت لينس، زين، اللي هو نيجاتيف لينس. فنجي على اكزامبل، يقول لك ليت اس ديترماين ذا سترينث اوف ا لينس نيدد تو كوركت مايوبيك اي، اللي هو نير سايت نير سايتد اي وذ ا فار بوينت. يقول لك احسب لي العدسه اللي لازم انطيها لفت شخص عنده مايوبيا نير سايتد اي وذ ا فار بوينت، عنده نقطه بعيده، ابعد نقطه يقدر، احنا مو قلنا يقدر يشوف الاشياء القريبه، ابعد نقطه يقدر يشوفها متر، كل شيء ورا المتر ومغوش، يقدر يشوف بس متر واقرب. اوكي، الفار بوينت مالته هي 1 متر. وي كونسيدر ذا ايمج ديستنس اللي اللينس على الرتنا، اللينس الى الرتنا تقريبا 2، هاي قلنا كمية فد مسافه ثابته، يعني مسافه ال شو اسمه المسافه مال العفو مال الصوره، البعد مال الصوره.
اوكي، لان احنا راح نستعمل هذا القانون، راح نستعمل هذا القانون، فراح نحتاج هاي الايمج ديستنس، ماشي، بعد الصورة اللي هو قيمة ثابتة 2 سنتيمتر. زين، ويقول لك ان اي ايبل تو فوكس ات انفينيتي هاز ا لينس سترينث اوف. هنا احنا شنو؟ احنا الفار بوينت قلنا انه كل شيء ورا المتر ما يقدر يشوفه، فاحنا شو نريد؟ احنا نريد يشوف ورا الى ما لا نهايه، مثل الشخص، الشخص الطبيعي يقدر يشوف الى ما لا نهايه، كل شيء يعني اي شيء بعيد كلش يقدر يشوفه، تمام؟ يعني مو يشوفه واضح، معناه انه ما يصير بي فد ريفراكتيف ديفكت. احنا نادي نحكي عن ريفراكتيف ديفكت، اوكي؟ وهو قلنا كل شيء انفينيتي هو ورا الست امتار، ماشي؟ زين، فاحنا نريده نراجع على الطبيعي، نريده يشوف ورا الانفينيتي. زين، فده يقول لك انه الشخص اللي يشوف على الانفينيتي ايش قد القوه مالته؟ واحد على اف، ايش قد قوه العين مالته؟ واحد على اف، نريد نطلع قوة العدسة مالته، قوة العيون مالته، هي واحد على انفينيتي، واحد على مسافة الصورة، عفوا مسافة الأوبجكت، الأوبجكت انفينيتي بعده، ايش قد ما كان بعيد نريد اشوفه، اوكي، زائدا واحد على مسافة الصورة اللي هي قيمة ثابتة، فواحد على انفينيتي على واحد على بوينت او اثنين، وطبعا الواحد على انفينيتي هو صفر، والواحد على بوينت او اثنين هو يعني راح يطلع في الاخير من نقلبها راح تصير 50، تمام؟ فالقوه مالته هو 50 دايوبتر، 50 دايوبتر. زين، a person who is focusing an object at 1 متر، هسه نجي نريد نشوف هذا الشخص المريض ايش قد قوه العدسه، ايش قد قوه العيون مالته. هسه الشخص الطبيعي اللي احنا نريد نوصله اليه هو 50 دايوبتر. زين، الشخص هذا هسه المريض مالتنا اللي يقدر يشوف بس 1 متر واقرب، ايش قد القوه مال العيون مالته؟ نجي نطبق القانون، واحد على بعد الصوره، ابعد صوره يقدر يشوف الفار بوينت مالته ايش قد؟ بعد، عفوا مو الصوره، اظل اغلط بيها، بعد الاوبجكت 1 متر، بعد الصوره ايش قد؟ بوينت 2 قيمه ثابته، يطلع عنا 51 دايوبتر. هسه احنا شنو نسوي على المود؟ نطلع ايش قد قوه العدسه، نطلع ايش قد، احنا نريد نرجع للطبيعي، هنا عندنا صار اقوى، قلنا كيرفتشر اكثر، فشوف القوه مالتها اكثر. ماشي، فاحنا نريد نرجع للطبيعي، فذس ذا مايوبيك بيرسون وذ ا فار بوينت اوف 1 متر عنده ايش قد؟ لازم 50 ننقص ايش قد احنا نريد على ايش قد طلع لنا على هذا البيشنت، ف50 ناقصا 51 راح يطلع لنا سالب 1 دايوبتر، فاذا احنا نحتاج، قلنا سالب 1 معناها نحتاج على فد دايفرجنت لينس، فد كونكيف لينس قوتها سالب 1. اوكي، and this is a negative divergent lens of قوة سالب واحد دايوبتر والكوركت هيز فيجن. زين، نجي هسه نحكي على الهايبروبيك او الهايبرمتروبيك. الهايبروبيك has a near point farther away than the normal. هذا ما يقدر يشوف الاشياء القريبة، ليش؟ لان الاشياء القريبة تجي من عندها دايفرجنت. اوكي، فمثلا احنا بشكل طبيعي نقدر نشوف على بعد، مثلا على بعد 25 سنتيمتر، كل شيء على بعد 25 سنتيمتر نقدر نشوفه، ماشي، اي شيء اقرب مغوش، بس هذا يعني شيء طبيعي، هذا لا، هذا خطيه، اي شيء اقرب من متر ما يقدر يشوفه، يعني ما يقدر يقرا، ما يقدر يشتغل بايده، يعني باوع يجي على ايده اللي هي يعني اقل من متر يشوفها مغوشه الدنيا، اوكي، او 2 متر او يعني وات ايفر، ماشي، الاشياء البعيده يقدر يشوفها زين، اوكي، ليش هذا؟ لان العين مالته شبيهه uses some of its accommodation to see distant object clearly. الأشياء البعيدة عادي، أوكي، ليش؟ لأن تجي من عندها parallel، هنا تجي من عندها divergent راح يصير بيها مشكلة. ليش مشكلة؟ لأن ال cause مال hypermetropy إنه هاي too short. بس إحنا قلنا هذا لازم يوقع على الرتنة، زين أنت شوف لي إذا too short إيش حيصير؟ وين حتوقع؟ ورا الرتنة، تمام؟ فهاي المشكلة، هاي اللي حيصير، ماشي؟ وطبعا اذا كان الكيرفتشر قليل مال الكورني ما ذاكره هنا. هنا انا شلون نعدلها؟ نعدلها بوزيتيف لينس، عدسه محدبه، هذا احنا مو عندنا عدسات محدبه بالعين بس ضعيفه لان ما تتجمع على على الرتنه، ماشي، فاضيف لها عدسه محدبه على المود يصير الموضوع طبيعي. زين،
وطبعا هو هذا السبب اللي يقول لك انت لا تقرب كلش على عيونك، لان انت تقرب كلش على عيونك راح تركز اكثر وتتعب عينك اكثر على ما تشوف، لان العدسات راح تقوم تشتغل اكثر. زين فاكزامبل يقول لك ليت اس هسه خلينا نشوف الفار سايتد اي، واحد عنده هايبر متروبيا او فار سايتد ماشي اي وذ ان نير بوينت اوف 2 متر، اقرب نقطه يقدر يشوفها 2 متر، كل شيء اقرب من 2 متر ما يقدر يشوفه. تمام زين، What is the power of lens let this person read comfortably؟ نريد نقرب هناك، ايش ردنا نسوي؟ ردنا نسوي يقدر يشوف الانفينيتي، هنا أنا لا، هنا أنا نريد نقرب نخليه يشوف الحد 25 سنتيمتر او 0.25 متر. تمام هسه نجي نريد نقرب يعني النير بوينت مالته. زين هسه نجي شو نسوي؟ نفس الحاله، نجي نطلع هذا القوه هنا والقوه هنا ونطرح واحدة من الثانية على مود يطلع لنا. زين فنجي أول شيء نشوف ايش قد القوة مالتنا اللي نحتاجها على مود يصير 0.25. فشوف هنا أنا 1 على F يساوي لنا 1 على P اللي هو 1 على 0.25 اللي هو بعد الأوبجكت، نريد يشوف أوبجكت على بعد 25 سنتيمتر أو 0.25 متر، زائدا 1 على كيو اللي هي قيمة ثابتة 2 سنتيمتر، وراح يطلع لنا 4 زائد 50، فشوف يحتاج لنا 54 دايوبتر. أوكي الآي فوكست ات 2 متر هاز ا سترينث. زين هسه نجي نشوف النير بوينت مالته شلون، ايش قد هو، ايش قد القوة مالته حاليا. اوكي الاي فوكس ب 2 متر هاز ا سترينث اوف، نفس الحاله 1 على بي اللي هو 1 على 2 متر زائدا 1 على 0.02، ومن نجي هذا 1 على 2 هو 0.5 و1 على 0.02 هو 50، فراح يطلع لنا 50.5، هاي اقوى قوه هو يقدر يسويها. تمام احنا ايش قد راح نريد يوصله لل 54، فننقص دائما ننقص اللي نريده من اللي عندنا هسه، نفس هاي نقصنا اللي نريده من اللي عندنا هسه ماشي، ف 54 ناقصا 50.5 راح يطلع لنا زائدا 3.5 دايوبتر اللي هي العدسه محدبه قوتها 3.5 ماشي. طبعا اللي شافوا من عندكم ما التجربه، قوانين ما التجربه اللي هي هذيك غير قوانين، هذيك ذا قانون يعني دامج هذا وهذا، يعني شلون دامج هذين المعادلتين سوية، فتريدون تمشون على ذاك على هذا، انا اقول تمشون على هذا احسن بما انه موجود بالمحاضره وهذا اسهل، يعني هذاك الان راح كلش تدوخ ترى بالاشارات مالته وال يعني وبقيه التفاصيل. اوكي زين فهسه احنا بشكل عام سواء كان نير سايتد سواء كان مايوبيا او هايبر متروبيا نجي نطلع اللي نريده، ودائما احنا بالهايبر مترو بالمايوبيا العفو نريد انفينيتي اوكي، وبالهايبر متروبيا نريد 0.25 او هو شوف ايش قد يريد يقول لك اوكي، ونجي وراها نطلع القوه هسه باستعمال النير بوينت او الفار بوينت اوكي، وراها نجي نطرح ايش قد نريد من ايش قد عندنا، ايش قد نريد من ايش قد عندنا، اوتوماتيكيا هنا راح يطلع لك سالب، يعني هنا انت تحتاج دايفرجن، تحتاج كونكيف، تحتاج سالبه اوكي، هنا اوتوماتيكيا راح يطلع لك بوزيتيف، تريد كونفرجنج اوكي، واذا هنا مثلا انت واحد هو مايوبيا وطلع لك موجب اذا انت غلطان بال يعني بالاشارات هنا ماشي، او مثلا نقص بالعكس. زين اتمنى يعني الموضوع صار واضح، وترى الموضوع كلش يعني صعب للامانه ومعقد يعني، بس ان شاء الله وصلت الفكره. زين بس نجي نحكي عن الاستجماتيزم او انحراف النظر، يقول لك the curvature of the cornea is uneven، الكيرفيشر مال التحدب مال القرنيه يكون غير متساوي ماشي، هذا الموضوع ممكن يكون وراثي، ممكن يصير بسبب تروما مثلا، واحد انضرب على عينه وصار عنده مشكله بالتحدب مالته ماشي، فالاستجماتيزم cannot be corrected by simple positive or negative lenses، الاستجماتيزم ما نقدر نصححه بواسطه هاي العدسة يسموها السفيريكال، هذين العدسات هسه اللي نطيناها لهذا بالهايبر متروبيا او بالمايوبيا يسموها سيمبل او سفيريكال بوزيتيف او نيجاتيف لينسز ماشي، فعلى مود نشوف بس زين هاي شوف
بما انه مديح بدون مقدمات، شوف هاي الكورنيا مع شخص طبيعي، شوف الكيرفتشر متساوي بكل الجهات، قوة متساوية بكل الجهات. شوف لي هذا هنا ايش ده، تشوف الكيرفتشر هنا اكثر، هنا مسطحة اكثر، مو صحيح؟ هنا مسطحة اكثر، هنا مسطحة اكثر، فالقوة بهال الضوء اللي راح يجي هيجي، يعني اتمنى تكون تفهمني، لان اني يعني الضوء اللي دا يجي هيجي يكون يتركز اقوى من الضوء اللي يجي هيجي، ماشي؟ يعني هسه هاي من تتجمع، هاي راح تتجمع هنا، اوكي؟ هاي وين راح تتجمع؟ راح تتجمع وراها، ماشي؟ فهذا هو سبب الاستجماتيزم. يعني هو فهمه شويه صعب، بس يعني اتوقع افتهمته، مو صحيح؟ هذا هو السبب مال الاستجماتيزم، هيك تصير الكورنيا شكلها، ماشي؟ مو كلها تضعف او كلها تقوى على مود يصير عندنا مايوبيا او هايبرمتروبيا، لا، تقوى بجهه تضعف، تقوى بجهه طبيعيه بجهه، او تقوى بهاي الجهه هاي ضعيفه. شوف هسه انا هاي اقوى من هذا، هذا البيربنديكولار اكسس، هذا العمودي اقوى من الافقي، ما اشوف هذا اللي دا يصير بالاستجماتيزم. فالاستجماتيزم ما نقدر ننطي فد بوزيتيف او نيجاتيف لينسز، ليش؟ لان هاي راح تقوي او تضعف بكل الاتجاهات، فانا ما اريد هذا الشيء، انا عندي اتجاه واحد ضعيف، ماشي؟ فالاستجماتيزم از كوركتد وذ اسيمتريكال لينس، فد لينس اسيمتريكال او يسموها سايلندريكال، اللي هي اسطوانيه، نص اسطوانه، تمام؟ اسيمتريكال يعني مو متساويه، ماشي؟ in which the strength is greater in one direction than the perpendicular direction. شوف هاي هسه هاي العدسه، انتبه لي، هاي وين القوه مالتها؟ القوه مالتها هنا بهذا الدايركشن، هذا الدايركشن مال القوه، شوف هذا الدايركشن مال القوه مالتها، مو صحيح؟ الضوء اللي يجي هنا صايره، هي يعني شلون صايره هنا محدبه، مو صحيح؟ محدبه او مقعره، او مقعره، في حين هذا الدايركشن، يعني هذا الدايركشن يعني ضعيف، مو صحيح؟ هذا الدايركشن ضعيف، ماشي؟ فيصير يعني بوان دايركشن ذان ذا بيربنديكولار دايركشن، يعني هذا البيربنديكولار دايركشن معناه هذا الدايركشن بيربنديكولار على هذا، اوكي؟ هذا الدايركشن بيربنديكولار يعني عامودي عليه، زين. فأنا هيك صحيح، مثلا أنا عندي الضعف صاير عندي بهذا الدايركشن، أنطي فد سايلندريكال هيك تقعد، أوكي؟ يعني هسه هذا الضعف مالتنا هيك صاير، ماشي؟ في حين هنا أنا هذا عندي طبيعي، فهنا أنا ما عندي قوة، عندي قوة بس بهذا الاتجاه، أوكي؟ زين. يعني أتمنى تكون وصلت الفكرة. يقول لك انه one prescription for glasses read as follows. هنا انا نعطيك فد مثال، انه فد شخص، فد شخص او دي او اس، او دي يعني فد مصطلح اوكيلو ديكستراس اوكيلو سنسيتورز، يعني او دي معناها مصطلح لاتيني مال العين اليمنى، وهذا مال العين اليسرى. زين، نطينا سفير، سفير ب قوتها سالب 1.25 دايوبتر، ونعطينا سايلندريكال قوتها سالب 25 سايلندريكال، والاكسس مالتها 180، وبالاو اس نعطينا سفير قوتها سالب 75 وسايلندريكال قوتها سالب 75 والاكسس مالتها بوينت العفو 163. هذا شنو معناه؟ هذا معناه بالنسبه هسه للرايت اي، بالنسبه للعين اليمنى، انه هاي العين بما انه نعطيها سالب، اذا هي مايوبيك اي، ماشي؟ زين، and he needs negative. ليش؟ لان مايوبيا، انطيه negative divergence lens to correct مايوبيا. الرايت اي ايش تحتاج؟ الرايت اي ايش تحتاج؟ تحتاج spherical lens، spherical lens ايش قد قوتها؟ قوتها سالب 1.25 دايوبتر، ماشي؟ عدد نضيفها الى شنو؟ نضيفها الى cylindrical، cylindrical، ماشي؟ هذا يعني عنده بحساب، عنده شو اسمه؟ يعني شلون ضعف يعني مايوبي، اوكي؟ ادد تو استجماتيزم، يعني عنده استجماتيزم العفو، فسايلندريكال ناطق. ادد تو اسايلندريكال لينس قوتها سالب 1.75 دايوبتر بالهوريزنتال بلان،
هاي القوة مالته صاير بالهوريزونتال بلان ب 180 درجة. هسه راح اجي افهمكم شلون تحسبون الاكسس. اوكي تو كوركت ذا استجماتيزم. يقول لك هذا البرسكربشن فور ذا ليفت اي از انتربريتد ذا سيم واي. نجي هسه احنا نفسر نفس الشيء بالنسبة لليسرى على المتفهم. شو نقول؟ راح نقول انه هاي العين هي مايوبيا لان نعطيها سالب. وش تحتاج؟ تحتاج سفيريكال لينس قوتها سالب 1.75، وتحتاج سايلندريكال لينس قوتها سالب 1.75 في الاكسس ايش قد؟ 163. ماشي 163. الاكسس هو شنو؟ الاكسس يا شباب هو هذا. احنا تو مو قلنا انه ال مو تو قلنا انه هاي القرنية تكون ما متساوية بالكيرفتشر، مو صحيح؟ زين، إذا الكيرفتشر مالتنا كان يعني شوف هسه هاي ايش قد القوة؟ هسه هذا الكيرفتشر مالته شنو هو؟ الكيرفتشر مالته هذا على 90، أوكي؟ على 90، معناها إنه أنا أريد القوة كلها شلون صايرة؟ صايرة عمودية، كل شيء يوقع عمودي، كل شيء يوقع عمودي هو على اكسس 90، القوه مالتها كلها تصير على الاكسس 90، باقي الاكسسات اريدها تصير ضعيفه. من اقول لك 180 معناها ان القوه شلون صايره؟ القوه صايره بهذا الاتجاه، القوه صايره بهذا الاتجاه، اوكي؟ القوه صايره بهذا الاتجاه. اتوقع يعني فهمت شنو معناها، اوكي؟ يعني معناها هذه شوف هسه هاي القوه مالتها شلون صايره؟ صايره هيجي، اوكي؟ كل القوه. قوة صايرة باتجاه التسعين، شوف شلون صاير شكلها، في حين انت من هاي الجهة من تباعلها من هنا، يعني تخيل انه انت قلبت راسك هيجي باعلها بحيث هاي البلانة تصير هي فوق، شوف شلون هنا ماكو قوة، مو صحيح؟ هنا ماكو قوة. إذا أقول لك 163 معناها شنو؟ معناها أنا أريد القوة كلها، شوف هذا يبدأ من هنا 0 90 180، أريد القوة بهذا الأكسس، القوة كلها أريدها هنا تصير، اوكي هيك اريد قال اللينس مالتي. اتوقع ان يعني تفهمون شنو معناها، اوكي؟ هاي 63 لو كان 68 نسيت شنو هذا. اذا القوه مالتي اريدها بال 180 نفس هذا، معناها انه العدسه مالتي تصير يعني بالعكس، اوكي؟ وهكذا يعني. ماشي؟ فاتوقع يعني الموضوع صار واضح من شرحنا العدسات. يعني نفس هاي، اوكي هاي طبعا الكونكيف وهاي الكونفكس لينسز تكون سايلندريكال تكون باكسس معين. زين طبعا لهنا نكون وصلنا لنهاية هاي المحاضرة. الموضوع معقد انا ادري بي، اي شيء ما فاهمي، اي شيء تريدون تستفسرون عليه بجروب التليجرام. اتمنى تكونوا استفادتوا، مع السلامة.